السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي اخواتاتي، معكم اخوكم هشام منياني من الكرة المغربية بالدرجة. ما تنساوش تقيموا الفيديو، واذا عجبكم الفيديو ديروا لايك، واذا ما عجبكمش ديسلايك. ونبقاو الان مع اهم عناوين هذا النهار. ميسي يهدد عرش بيلي، برشلونة يمنح ريال مدريد صفقة على طبق من ذهب، المغربي اشرف بن شرقي مليونير في فرنسا، ميسي يفجر ويحدد فريقه المقبل، الإصابات تستنفر الجامعة قبل الكان. هذا ما قاله حكيمي بعد إصابته. متقدم على ميسي ومبامبي، حمد الله يواصل تصدر هدافي العالم ويجور في المركز العاشر. كريستيانو رونالدو وراموس يكشفان أسرار زين الدين زيدان. وفي أول خبر لنا لهذا اليوم، يحاول الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وهداف برشلونة كسر المزيد من الأرقام القياسية برفقة البلوغرانا. ووفقا لصحيفة موندو دي بورتيفو الإسبانية، أن ميسي تمكن من تجاوز غارد مولر أسطورة باير ميونخ الألماني في شهر نوفمبر الماضي، بعدما وصل البرغوت إلى 566 هدف بقميص برشلونة، متجاوزا مولر الذي سجل 565 بقميص البافاري. وأضافت الصحيفة أن ميسي في ذلك التوقيت احتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بقميص فريق واحد. وتابع أن بعد قيادة ميسي برشلونة للفوز على إسبانيول عقب تسجيله هدفي المباراة، وصل ميسي إلى 593 هدف ليصبح بعيدا عن البرازيلي بيلي بفارق 50 هدف فقط، حيث يتصدر النجم البرازيلي الأسطورة القائمة برصيد 643 هدف. وفي ثاني خبر لنا لهذا اليوم، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن السربي لوكا يوفيتش مهاجم أنتراخت فرانكفورت الألماني من الأهداف البارزة لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة سبورت الإسبانية إن برشلونة قرر بشكل مفاجئ تراجع خطوة للخلف في طريقة التوقيع مع لوكا يوفيتش. وأضافت الصحيفة أن يوفيتش يعد خيارا مثاليا لتنشيط هجوم برشلونة، حيث أن النادي الكتالوني لم يخفي اهتمامه بضم المهاجم الصربي في الفترة الأخيرة. وتابعت الصحيفة أن صفقة يوفيتش أصبحت أشبه بمزاد، خاصة وأن سعر اللاعب وصل إلى 60 مليون يورو، مضيفة أن وكلاء اللاعبين يتحدثون إلى كبار أوروبا خاصة باريس سان جيرمان من أجل رفع سعر لوكا يوفيتش. واختتمت الصحيفة أن لهذا السبب لم يتقدم برشلونة بأي عرض رسمي لضم لوكا يوفيتش في انتظار وجود سيناريو تفاوض آمن، حيث يرى النادي الكتالوني أن العملية أضحت معقدة للغاية. وفي خبر آخر لنا لهذا اليوم، في تقرير لمجلة فرانس فوتبول حول أجور اللاعبين الممارسين في الليغ 1 وكذا الليغ 2، ظهر المغربي أشرف بن شرقي مهاجم لانس في ترتيب اللاعبين الذين أطلق عليهم لقب المليونير منتمي للبطولة الدرجة الثانية الفرنسية. 1.2 مليون أورو هو مجموع ما يتقاضاه اللاعب المغربي سنويا، وهو المعار من الهلال السعودي صوب لانس، وهو ما يجعل منه اللاعب الأكثر دخلا في الدرجة الثانية. بن شرقي صاحب 24 عام سبق له حمل قميص المنتخب المغربي في 8 مناسبات، ويعتبر من بين أكثر اللاعبين الذين نجحوا في إثبات حضورهم القوي في فرنسا، بالنظر لما يتوفر عليه من إمكانيات بدنية وتقنية محترمة. وفي خبر آخر لنا لهذا اليوم، كلف فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الطبيب العام للمنتخب الوطني الدكتور عبد الرزاق هيفتي من أجل متابعة الحالة الصحية للثلاثية المصاب أشرف حكيمي، يوسف النصيري وعبد الإله الحفيدي، الذي تعرض لإصابة بليغة في الفترة الأخيرة قد تحول دون مشاركتهم في بطولة إفريقيا للأمم القادمة. وحسب بلاغ رسمي للجامعة أمس الاثنين، إن فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يتابع حالة صحية لكل من يوسف النصيري الذي أصيب خلال المعسكر الأخير للمنتخب الوطني الأول، وعبد الإله الحفيدي لاعب فريق الرجاء الرياضي البيضاوي،
هو أشرف حكيمي لاعب فريق بروسيا دورتموند الألمانية إثر إصابتهما رفقة فريقيهما. وأكد البلاغ ذاته أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كلف عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب الوطني لمتابعة دقيقة للحالة الصحية للاعبين الثلاث. وفي خبر آخر لنا لهذا اليوم، علق مدافع الأسود أشرف حكيمي على الإصابة التي لحقت بها السبت الأخير في مباراة فريقه دورتموند أمام وولزبورغ برسم البطولة الألمانية بأنها إصابة سيئة، وقال على موقعه الرسمي بإنستغرام: الكل يعلم بشأن إصابتي السيئة، حاليا أركز على إصابتي من أجل العودة سريعا، أشكر كل من ساندني وتعاطف مع إصابتي، عناق حار مني إليكم. وسيعالج أشرف في إسبانيا إلى أن يستكمل تعافيه ثم يعود إلى دورتموند لاستكمال تأهيله قبل الدخول في التحضيرات البدنية. وبات من المحتمل وما لا نرغب فيه أن يغيب حكيمي عن نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بصر صيف السنة الجارية. يواصل عبد الرزاق حمد الله اللاعب المغربي المحترف في صفوف فريق النصر السعودي تصدره لقائمة هدافي العالم سنة 2019 برصيد 23 هدف، متقدما على عدد كبير من كبار الهدافين والنجوم المستديرة عبر العالم. ووقع حمد الله الجمعة الماضي هدفه 23 هذا العام في ديربي الدوري السعودي أمام الهلال ليبتعد بذلك في صدارة الهدافية الدوري المحلي، ثم صدارت هدافية العالم هذا العام متقدما على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني الذي وقع 20 هدفا، ثم الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي سجل 17 هدف. ويبصم حمد الله على واحد من أفضل مواسمه الكروية هذا الموسم، ويقود فريقه السعودي لحد الآن في صدارة الدوري، ويعتبر من المنافسين رقم واحد على جائزة أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم. تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة عن وجهته المقبلة حال الرحيل عن النادي الكتالوني في المستقبل. وقال ميسي خلال مقابلة مع إذاعة أرجنتينية: أريد ارتداء قميص أولد بويز من جديد بعدما نشأت في النادي، لكن ذلك لن يكون سهلا لأنه يعني العودة إلى الأرجنتين. لا بد أن أعي في اعتبار عائلتي كما سيكون تياغو وقتها ناضجا، وسوف نتخذ هذا القرار معا، لكنني حقا لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل. ويذكر فإن ميسي قد رفض العديد من العروض المغرية سواء من مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان، كما أنه مرتبط بعقد برشلونة حتى يونيو 2021. كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس أسباب نجاح مدربه السابق زين الدين زيدان مع فريقه ريال مدريد وتحقيق العديد من الإنجازات الاستثنائية رغم حداثته في عالم التدريب. وكان رونالدو قد رحل عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم الماضي، كما رحل زين الدين زيدان عن النادي الإسباني في نفس الوقت. وقال رونالدو خلال فيلم وثائقي نشرت شبكة RMC الفرنسية جزءا منه: أرى أن زيدان أدار مجموعة بذكاء رغم عدم سهولة الأمر، لأن كل اللاعبين يريدون اللعب والمشاركة كثيرا، لذلك فقد قام زيدان بعمل ذكي واهتم بالجميع وكان ذلك مفيدا. وفي السياق نفسه تحدث سيرجيو راموس قائد الميرينغي عن مدربه الفني فقال: ما فعله زيدان كلاعب يفعله كمدرب، فقد وجد طريقة لتجسيد موهبته وذكائه الذي يتمتع به كل لاعب في إدارة غرفة خلع الملابس. وأضاف زيدان: قام بعمل فريد من نوعه، والنتائج التي حققها لم تكن بمحض الصدفة، فهو جديد عن عالم التدريب لكن عرف كيف يتأقلم بشكل جيد. خوتي اخواتي، الى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، اتمنى من الله سبحانه وتعالى لان هدنا الاعجاب ديالكم. ما تنسوش اخبار فراسكم، تهلاو.